ده بص حاطط على كده ابدا ابدا هتسال ولا عوضك ابدا هتسال ولا عوضك ودا والاخوات انت هتنام جنبي الاخوات واخد بالك من اللغه ايوه يا زلمه مذيع محترف انا عايز مذيع معانا الاستاذ محمد عبد الكريم من شارع مصدى وهنسله ايه الوضع يا استاذ محمد حاليا في شارع مصدى ايه الوضع حاليا في شارع مصدى والله الامن مصدق انا عايز اقول حاجه في الايام اللي في الايام اللي جايه هنشوف ايام سودة هل السؤال هل انتهى عصر محمد حسني مبارك هل انتهى عصر جمال مبارك هل انتهى عصر البرتقان من عند عصايه عم فغالي الكلام ده عايزين نعرفه هل انتهى عصر البرتقان سيبك من العصرين اللي فاتوا كفايه كفايه برتقان انا واقف هنا عشان بقول لا للبرتقان الله عليك لا للبرتقان زي ما انتوا شايفين اعزائي المشاهدين لا للبرتقان و ده الهدف بتاعنا برضو والعنب العنب ماشي وعايزين نعرف ايه توقعه خلال الاسبوع القادم ايه التطورات التي تحصل خلال الاسبوع القادم مش عارفين لسه والله هنقبض ولا لسه ما نعديش حاجه السؤال حضرتك السنساير السنه عشان اكمل ايه يا عم السؤال السؤال انا نسيت الاجابه قول انا نسيت السؤال عادي انا هفتكر من اول جديد بتقول تتوقع المرتب هنقبضه ولا لا ده السؤال اللي انا بناشد بيه الساده المسؤولين وانتوا عارفين الشعب انهضم واخدين بالكم الشعب قام بثوره لو مفيش اب هنقوم بايه احنا واقفين معاكم والسلاح اهو السلاح اهو نحن معاكم سؤال هنقبض الشهر ده جميل ابوس ايديكم البنت عايزه بيبي جون وعايزه زبالة ازرق ولسه المدام مكلماني سؤال هنقبض ولا ناخدها بايدينا سؤال للساده المسؤولين عندنا نلتقي بعد الفاصل نلتقي بعد الفاصل